حياتي بدك تاخذني غني كاراوكي. بدك تغني كاراوكي؟ ايه. نسيتي انت شو صار اخر مره وقت كسرت الدنيا بالكاراوكي؟ لا ما بتذكر شو صار. بتعرفي انه غيروا لها اسمها لليلي؟ معي خبر؟ لا. بتعرف شو سموها؟ لا. خلا اوكي نايت صار اسمها حبيبتي من وقت اللي غنيتي انت فيها. ليه فاضي؟ ما هيدا ديكور؟ مساء الخير مشاهدينا. مساء الخير زياد، كيفك؟ استقلالك بالاكثر، بس انه في كلام ما بيقطع ابدا بالبرنامج هيدا اللي حكى من شوي. استوديو. لا حيصير من يوم رايح في سانسور. سانسور اذا جبتي سانسور انا عندي رقابه. لكن طب الرقابه شو عندك؟ رقابه ما عندي شيء ضد. طيب خليني بلش بالحلقه وبعدين بنشوف نتفاهم معك بموضوع الرقابه، لانه بدون شك ضيفنا الليله مميز، من هيك استمر وقدر يجدد ويفرض وجوده على الساحه الفنيه سنه ورا سنه، تصاروا 25 سنه معه. رح نحتفل الليله باليوبيل الفضي، بس قبل ما نستقبله خلونا نرحب بضيوف واصدقاء. سوا رح نستقبل ملحن مميز جدا وشريك بنجاحات كتار ومخرج اظهر نجوم الغناء باحلى صوره، الملحن والمغني سليم سلامه والمخرج فادي حداد. يا اهلين، كيفك؟ ماشي الحال؟ اهلا فادي، كيفك؟ تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. رايح في قلبين. رقم صعب بعالم التلحين، واسمه بيعتبروه كتار احسان رابح لاغنيه نجحه وضاربه. مش بس هيك، هو فنان مشاكس وصاحب اراء جريئه. الملحن سليم سلامه كيف برد الليله على اسئله رابعه حول اعتزاله التلحين؟ وهل رح يتحول الملحن الناجح لمطرب؟ الاجابات مع ضيفنا بعد لحظات. بس عيونك عتبانة. فادي حداد وسليم سلامي، اهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. اول شيء لك، شفت الكرسي؟ كرسي تغيرت منيحه. ومش بس ليك، كنت معترض عليها. ها ايه شوي. ليه شوي. طيب شو المشكل؟ ما بعرف، ما حبيت سمعتها. هلا كيف؟ حلوة. هلا ليك كمان في زيح. لا انا كنت حسك مضايقه عليها. انت كرمالي يعني، مضايقه كرمالي. اكيد كرمالك. طيب اهلا وسهلا فيك سليم سلامه، نورتنا بالبرنامج. الله يخليك. سليم، هالقد تعبك عالم الفن والتلحين لتقول بدي اعتزل؟ مقرر تعتزل التلحين؟ ايه اكيد. شو ايه اكيد؟ اكيد اكيد. ايه لاقول لك ليش؟ لانه بيوصل لمرحله الشخص بيمل من مهنته. بيمل من المهنه اللي بيحبها، مع انه هيدي المهنه اللي فيها ابداع، اللي فيها تغيير، اللي فيها تجديد. يعني منا مهله، منا مثلا وظيفه بنك او استاذ مدرسه، يعني فيها كثير هيك حياه. بتعرفي بتحسي الوظيفه احلى؟ والله على بالك تتوظف؟ ايه بس هلا العمر ما وظيفه. العمر ما عاد يسمح هلا. طيب رح نحكي اكثر بالتفاصيل. إيه شادي فادي، انت يمكن العالم الفن مشيبك شايبك عبكير يعني. واضح ها واضح. طيب نشوف الريبورتاج لفادي حداد ونتابع. مخرج شاب شايب عبكير، يمكن من الفن واهله ويمكن من اهله، بس الاكيد انه اهل الثناء والاعجاب بعد كل كليب بحط عليه بصمته. حداد اللي تعاون مع محمد اسكندر باكثر من كليب واكثر من غنيه مثيره للجدل، هل صابوا النقد وأذيه أم عرف كيف يتفادى سهامه؟ إذا آخر كليباته مصيبة لعاصي الحليني وكليب لملحم زين وكليب لناجي القسطى، اللي بيقول إنه الفن بهالأيام صعب. فادي حداد أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. فادي ما بدي سيبك بالعين، أنا صحي ونزرق بس ما بدي سيبه بالعين. ما شاء الله غزير بالإنتاج، الفنانين بيتهافتوا لعند فادي حداد لأنه أفكار كليباته جديدة أم كرمال الميزانية؟
اللي هي ممكن تكون يعني اقل من لو غيرك. ما عم بحكي عن حالي بس اذا حيلا مخرج وطى السعر وعمل له كليب غلط للفنان بفوته بالحياة يعني. فنو واي هيدي كذبة كبيرة أنا برأيي. شو هي الكذبة الكبيرة؟ يعني أنه كرمال السعر بيطلعوها أنه إيه أنه أوقات بيرخص أوقات بيضربنا السعر أوقات بيرخص السعر. أنت ما بترخص؟ أنا أبدا ما برخص باخد حقي يعني. هلا أنت تخيل الكاميرامان عطيكي فلو بيقبل المخرج يعني مطلعك بصورة غلط؟ ما لا سعيد بتقبل ما طلعوني يعني ما رح يقبل لا سعيد. ما حيقبل طيب أكيد. إذا قال له كاميرامان مثلا بياخد هالقد وكاميرامان بده يطلعك بصورة حلوة أنت ما بتقبلي. فهيدي كيف فنانين طالعين عمليين وطالعين هيدي شوي أنا بلاقيها يعني يلي بيحكي حتى إيفن بالموضوع بلاقيه. طب إذا أنت ما بترخص غيرك بغلي بتشوف؟ مش ما في هون لا ترخيص ولا تغلية يعني. بالنتيجة بيكون حدا عامل غنية مبسوط فيها وبده يطلع على ملايين الناس يعمل الكليب حلو يلي بيعطيه فكرة حلوة يلي بيعمله إنتاج حلو يلي بيطلعه بصورة كتير حلوة بيشتغل معه. أنا هاي نظريتي. آخر مصيبة عملتها كانت منيحة؟ آخر مصيبة بتعقد مع الفنان عاصر حليني. رح نكمل بس خلونا نستقبل ضيفنا اللي هو صاحب العيد الليلي الفنان المثير للجدل والإعجاب بذات الوقت. رحبوا معي بالنجمة محمد اسكندر. الدنيا ما جينا كان من زمان ما طار
ابي يسلم حبيبي. اهلا أهل وسهلا فيك، كيفك؟ ماشي الحال؟ نورتنا. تقتلي انا ضيوفك معازيمك. لك اول شيء خلينا نحكي صراحه، شو في؟ انا خينا فادي وخينا زياد عراسي واني بس سليم سليم شو ما قلتوا لي سليم محمد سليم الملحن سليم سليم انت ما قلتي لي محمد سليم محمد رابع انت ما قلتي لي محمد سليم بعتذر انت قلتي لي انا قلت لك انا عم بحكي جد لا ما قلتي انا لو عارف محمد سليم انا ما بحكي معه بس انا ساعتين عم زقف ابو فادي لا عم زقف شيء يا صبتك انا شو انا كل مره لو لو عارفك لو عارفك كل مره بدنا نمسحها دقني شو بدك شو بدك تحمل لا استاذ محمد انا صراحه استاذ محمد حلقه يوبيل فضي واحتفال فيه زي يوبيل فضي جاي محمد زي يوبيل فضي خدت الفرد من الاساس لا زي يوبيل فضي مع بعض بدك تفكر في يوبيل فضي طلعت فضي زلمه ومن الحب ما قتل تفضلوا معقوله انت 5 اشهر ما اسمع صوتك يا زلمه شو قصتك لا 4 اشهر الا شوي اهلا وسهلا فيك محمد اسكندر على الوصله على الوصله ضد العنف رح نحكي فيها هذه مش مزحه انا زعلان منه ليه طب فينا بعدين هلا نتعاتب بس انه على الشوفه وهذه كاسه شاي كرمالك اوكي لا او فيها فرد هلا بعد شوي بنشوفه ورح نحكي بموضوع ضد العنف نتناقش فيه اخونا سوا انا وياك كل مشاهدين وضيوفنا نشوف الريبورتاج اوكي يلا تكلنا على الله كل ما قلبي عم ينبض وبعزه من الغناء للأرض والمهرة والسيف عم يحتفل اليوم ابن البقاع والهرمل ونهر العاصي باليوبيل الفضي ومن أغنية مين الشاغل بالك لأغنيات شغلت الرأي العام وجمعيات حقوق الإنسان غرفة عمليات بخاف عليك بعدها الفنان محمد اسكندر اللي مع كل أغنية بيطلقها بيواجه عواصف من الاستنكار قدر يحصد عبر كلمات أغاني جماهيرية كبيرة ويسترجع نجومية غيبت لفترة شو بيحكي اسكندر عن هالتحول بحياته الفنية وهل ودع ماضي الغنائي إلى غير رجعة؟ الفنان محمد اسكندر بيجاوب على كل هالأسئلة ليلى ابو فارس اهلا وسهلا فيك نورتنا افتحوا لي شوي بدي لا ما لا بس بدي اقول شيء لك اوكي يا عم هيك نبلش خليها مثل ما هي بدك تركيها اوكي اوكي على سجيده اه فستان الاحمر ولك شو عذب ابن اسكندر ايش وهالفستان الاحمر يا ماما شو عذب ابن اسكندر بقدر اتغزل فيك الليلي اما ما بقدر لا 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 ما حجاوبك على السؤال جواب عن زاهي طيب بس تسأل زاهي وين زاهي الحسين عندي اه والله طيب اهلا وسهلا فيك مبروك ال 25 سنه محمد اسكندر واخيرا صار هاللقاء اول شيء بتشكركم نحن بنتشكر وبتشكر نيو تي في على استضافتها لي بهالنهار اللي انا بعتبره عزيز على قلبي وبتشكر رابعه وان شاء الله كل ايامك بتضلك ناجحه وانت الاولى من اليوم ورايح مش رابعه الله يخليك الله يخليك الأولى. ابو فارس الله يخليك ابو فارس من مين الشاغل بالك الغنيه اللي كثير بنحبها مرورا ب اللي بيرميك بورده جمهوريه قلبي ضد العنف العزوبيه كل هالمسيره قد ايه اذا صح التعبير فارس اسكندر ابنك فارس اسكندر اعاد وهج نجوميه محمد اسكندر مين هذا فارس اسكندر ما بعرفه انت انت مش ابو فارس انت مش ابو فارس فارس هو جمهوريه قلبي كيف هلا لا شك انه اعاد البريق اعاد الوهج هذا شرف كبير لإلي انه اللي يعيد البريق لمحمد اسكندر او يقف حده بالايام الصعبه هو يكون ابنه هذا شيء شرف كبير لإلي طبعا والفلاح يا ست رابعه بيزرع ارضه لحتى يستغلها والحمد لله نحن زرعنا واستغلينا افتحوا لي نوا شباب افتحوا لي افتحوا لي ولك زياد ليش عم تعمل هيك
زياد ليش عم تعمل هيك؟ كل الناس عيونها علي ولك الناس بتعشق بقلبها وانت بتحب بعيني. لا 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 يا زياد يا ابن العم. بدي ارجع للارض والمهره والسيف. بلشت بكتابه الشعر بالميجنه بالعتيبه، كتبت للارض وللمهره وللسيف، انتقلت للغناء للمراه للمثليه لكثير من المواضيع. محمد اسكندر اي بيشبهك اكثر؟ بتعني لي كثير الطبيعه، بتعني لي كثير بلدي، بيعني لي لبنان كله من اقصاه الى اقصاه. متحيز للبنانيتي كثير وبشوف حالي ان انا لبناني. بس مواضيع فارس هلا هي الاقرب لقلبك ام المواضيع اللي كنت تغنيها بالسابق هي اقرب لقلبك؟ بدك اكذب ولا احكي الحقيقه؟ بدك تحكي الحقيقه. شو الحقيقه؟ انا كل اللي اللون القديم بحبه كثير. اكيد في اغاني يعني عملها فارس حبوها الناس وكذا، بس انا بحب لوني اكثر. ولا مره ولا مره الله يا ابو المجد. هيدي الغنيه هي اللي رجعتك عن قرار الاعتزال للفنان الكبير الموسيقار ملحم بركات، لكن بدك تعتزل بوقتها. كنت فتره زهق من تعبان كثير من الوضع الفني وصراع وتعب وكله عم كافح لحالي يعني. انا ما في شركه وقفت معي او انه في حدا وقف مع محمد اسكندر. اللي وقف مع محمد اسكندر هو الله وتعبه وكدد راعه يعني. تعبه ابو مجد هو اللي رجع. ابو المجد جيت انا على من كندا على لبنان وكنت مقرر هيك، قلت بدي خلص زهقت من الفن ما بقى بدي غني. فوصلت على لبنان ومدور هيك الاذاعه بالصدفه لقيت اغنيه ولا مره لابو مجد. حسيت شراييني مش يطرب بدمي. كيف؟ فقلت له هيك بقلبي انه لا بكير كثير بعد. ايه لا معه حق ومعك حق. يعني فبحيي لابو المجد انا ونحن بنحيي للاستاذ ملحم بركات. لنرجع لموضوع الاعتزال مثل ما بلشت معك سليم سلامه. والاعتزال ضارب اليوم. عال اذا قررت تعتزل التلحين، نحن ما بدنا اياك تعتزل التلحين، رح تروح على الغناء؟ رح تغني؟ لا اكيد الفن كله. حتشتغل بالتجاره؟ رأس تجاره الفن. حلو. طب ما التلحين تجاره؟ لا لا التلحين بيطلع مصاري. ما عم يعمل مصاري التلحين سليم؟ كيف هالحكي؟ عم يعمل مصاري اسكندر؟ شو والله لك انا ما فيني اقول لك لانه انت بتعرف الطميع وانا عم باخذ منكم ببلاش. انا اجي افضح حالي الطميع ولا لحظه بفهم انه بتعطيه الحان ببلاش لا صحيح لحظه في خبريه بالوسط الفني بتقول انه سليم سليم بيعطي ابو فارس الحان ببلاش. لك انا بقول لك شغله، اللي بده يعطي محمد اسكندر لازم يدفع له ليعطيه. طبعا يعني انت زعفي كبيره للسلامه. زعفي ليش؟ لانه محمد اسكندر مش لاني انا معه بالحلقه اليوم بس معه بالحلقه، بس محمد اسكندر انا بعده نابغه. نابغه بالفن. بتعرفي ليه؟ لانه اللي عمله محمد اسكندر ما بفتكر مش بالعالم العربي، بالعالم كله حدا يقدر يعمل هالكمباك القويه. ونحن بالحاننا وبكلمات فارس، بالحان سليم بكلمات فارس، ما بفتكر لو شخص غير محمد اسكندر بنقدر نعمل هذا الكلام. على كل حال انتم ثلاثي نجحتوا سوا. فادي ممكن تعمل كليب مجاني؟ اكيد. قلت بدك تعمل كليب مجاني لراشد الماجد؟ لا بعدك مزبوط. لا انا بحبه كثير هذا الشخص وسالوني قالوا لي اذا بدك تعمل يعني كليب مجاني قلت له لراشد. ما بتعمل لمحمد اسكندر مجاني؟ محمد اكيد. فادي عملنا اثنين دخيله. عملنا اثنين دخيله. هلا ما بتعمل 50% تخفيضات ها؟ 50%. سليم سلامه اسئله سريعه. اوكي بدي منك كلمه على كل سؤال لو سمحت. ما في كلمه. كلمه للملحنين اللي غنوا. بدي كلمه. كلمه لمروان خوري. كلمه. يلحن. يلحن. كلمه لسمير صفير. يلحن. كلمه لنقولها سعاده نخلي. يلحن. شو انت بس بدك تغني؟ لا انا ما بغني. هني بس يلحنوا انت لا. نخلي راس. لا لا لقلك شغله انا بحب. ما هني عم بلحنوا اجمل الالحان. طبعا ما قلت لك يلحن. ليش قلت لك يلحن؟ لانه يعني ما يغني عم بيعملوا اجمل الالحان.
يعني سمير انا ما حبيته بالمغنى، نقول ما حبيته مروان كثير محبوب بالمغنى. مروان انا قلت له اول ما بلش قلت له انه كملحن هو اهم، كشاعر وملحن كثير اهم. عرفتي كيف؟ بس انا برايي كملحنين اهم من كمغنيين. اوكي فادي حداد، اسئله سريعه من وحي الكليبات، بصور اما بصور اوكي لفنان مبتدئ صوته عقده بس مصرياته كتار، بصور له ولا ما بصور له فيديو؟ لا. اوكي لفنانة اجت ومعها فكرة محددة بدها تصورها. لا. والفكرة زياد ما بتلبق لها. ما بتلبق لها؟ لا اكيد لا. اجت لعند فادي حتى. اوكي. كمان لا. كثير منهم هول. ما حتشتغل شيء. لا كل عم يعني أوكي. بس هول اكتر موضوعين يعني انا برفضهم. ترفضهم. كليب بلا مصاري لقضية انسانية. ما تقول لي ايه؟ اكيد. شو كنت صاركم ساعة نازلين فيه للزلمة بلا مصاري بلا مصاري. نازلين فيها مع انه منه وقت ابدا. سليم عملوا له غنية موضوع انساني الله خليك. لا لا. ابو فارس. هلا اذا بتحبوا تساعدونا قبل ما تقولوا يعني. هلا انا وفادي بنظبط الموضوع. 50 دولار. اسئلة سريعة ابو فارس. نعم. 5000 دولار. اوكي. انا بعرف انه بداياتك كانت بكتابة الشعر. اوكي؟ لو انت صحافي هلا وبدك تمدح محمد اسكندر الفنان. بمناسبة اليوبيل الفضي شو بتقله؟ بدي مواويل. ها هيدا الميكرو وتفضل كلنا سمع. ولك اسكندر بالفن تغندر على الارض وفوق المنبر، ولك اسكندر كان محتل الكون ومن بعده جاي اسكندر. لا 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 هيها يا ابن العم. عيد 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 اسكندر من عيد خي... قال له اسكندر احتل سور. انتبه سور هي بلد العراق. مشي يا خلص مشي. انت من سور؟ انت من سور؟ انا من مدينة سور بجنوب لبنان. اوكي لو سمحت فيك تفكر جاي على خلال الحلقة. جاي السارة. اوكي فضل. موال تعلمته من كبار الضيعة. رابعة اذا ما عدت تقدر تفط على الضيعة بكون من وراك. خلص على الواسطة عندي. ولك عدو هدرين انزلي، ولك عدو هدرين انزلي وقطعي الطاحوني، احسن حسن عني سألي تتعرفي فنوني. ولك مو شمس لا تغازلي، مو شمس لا تغازلي الدكان مرهوني، بالحج واد اقبلي ولا تقبلي فيا بعد عيوني ما نامت وفيكي ما يشمت شامت، بعد عيوني ما نامت وفيكي ما يشمت شامت، ليالي لها نادمت شجرة عزي وغصاني، بعد عيوني ما نامي وفيكي ما يشمت شامي، ليالي الهنا نامي بشجرة عزي وغصاني. بدي اياك هلا تطلع بالكاميرا. عجم المؤاخذة. اوكي واني عجم المؤاخذه هونيك الكاميرا مطرح ما مضوي. اذا عجم المؤاخذه هونيك هي قلت له عجم على الفار. تتوجه بكلمه لزوجتك المصونه وام ولادك شو بتقول لها الليله من خلال هالبرنامج؟ لايك اذا بدي اقول لها حكي ما فيني احكي. لا بدي اوكي موال يلا موال بس طلع بالكاميرا لانه هذا الموال لها. يا رفيقة العمر اسأليني إذا الهجران غير من حنيني، وبعد ما تسمعي مني الصراحة
ولركعي حد الحقيقة وركعين. أنا حبك بقلبي بكل ناحة وما بنساكي إذا عمري نسيني، واللي خلق مع صمد الفلاحة ما بتغيروا بنت المدينة. إذا افتتحوا لشرع الحق باحة وبدي حاكمك وتحاكميني. إذا حملتك سني ع كل راحة وجبتلك لبن عصفور زيني وفتحتلك بقلبي استراحة حتى تاكلي وتجوعيني، ولك بيصدر حكم ممنوع الرياحة ع قلبي طالما صبرتي وحملتي ودمعة ما قبلتي تحملي. يوم بعلبك كله هون يا محمد. بعده بلبسني الخاتم. انا اول مره اشوف بارت عمي كنت يعني قبلت قولي الكلمه سكسي سكسي. السما الأولى وبين السابعة بعد عيوني كل نجمي متابعة. يا نيو تي في يا نيو تي في بقلبي المحبة طابعة وصوب المجد بعد خيولك رابعة. يا نيو تي في بقلبي المحبة طابعة وصوب المجد بعد خيولك رابعة. خفيت أنا خفيت شفت أنهار عزونا بعة، فقت ولقيت الشمس حد قابعة، سألت الكواكب وين انتو وين انا، قالوا لا تفزع بعدنا مع رابعة. سألت الكواكب وين انتو وين انا، قالوا لا تفزع بعدنا مع رابعة. واللي بيرميك بوردة راسه بخرطش فردة مش فراني عندي قلبك أنا رجاله، مش فراني عندي قلبك أنا رجاله. وحدك ما بمشيك أنا اللي بحميك، اللي بيطلع فيك ليتملو عياله، واللي بيحبني راح يخطبني غيز الناس اللي ما بتعجبني وبتعصبني. We'll be right back.
فداك رح خليكي ملكي كلمة البدو برنامج على فكرة يوم بعلبي كلها هون يا محمد يا معلبي صار معك الهرمل هلا شو بعد كلها والهرمل معك بعلبك والهرمل ايه والضاحية والجو بس ملاحظين الجو كتير ذكوري مش معقول تستوستيرون على الاخر طيب الجو هلا بدنا نضيف هيك العنصر الانثوي للحلقة هرمون الذكوري مش بحاجة لعنصر انثوي بالحلقة هيك بلا. شوي يلطف الاجواء نعم بلا بلا ضروري في ضيفي ابو فارس بلا بلا لانه الوضع احسن ما نعمل مشكل مع زاهي خليه يجي الله يرضى عليك الوضع في ضيفي عزيز كتير على قلبك هستحكي أيوة حب أنا وصوتها حلو ومغنية وفي ممثلة كمان عزيزة على قلبك محبوبة ويمكن تصير هلأ أكتر يعني هلأ منشوف خلال الحلقة سوا منستقبل النجمة إلي سار والممثلة ألين أحمر أيوة يا أهلا هاي أمري لما بوس على الهواء سريع هلا منيحه البوسه الله الله هذا انت لا انا ما بستين يعني لك وين الغايبه اهلا وسهلا فيكم كل شيء تغير حتى الكلمه الحلوه ما تتنسى طاقاتها الصوتيه كبيره واعمالها الفنيه ولو قليله لكنها بتترك دائما بصمه حلوه عند المستمع إلي سار اللي بتختار اغنيتها بعنايه تختار كمان إطلالاتها الإعلامية لتقول شي جديد فهل رح تكشف الليلة سر الخطوبة بينها وبين محمد اسكندر؟ وقف يا زمن ترى عمر الهنا لحظات صبايا أهلا وسهلا فيكم مرسي إلي سار شو قعدت دغري حد خطيبك؟ يلا على الوصل واضحينا خطبته ولا لا أنت محمد اسكندر؟ هلا هلا كان عم تضحكي بعدني هلا ملبسها بعد ملبسني الخاطب هيدا الدبله كلها هاي كلها دبله شفت ما حيه ليك لازم تكون مميزه دبله وحده مثلها لازم تكون حيه
حاسسها لا لازم تكون مميزه يعني، لانه اول شيء استاذ محمد وثاني شيء دو لحظه ما بيقول لخطيبه الواحد استاذ يعني لا كرمال الهوى وكرمال الاحترام لا عن جد وضحولنا بدبي بحفله نزل محمد اسكندر وطلب اليسار من حماته من حماتي صح شو لا عن جد بدنا نعرف قبلت هي شو اليسار مزبوط كده بدبي صراحة انا كنت يعني انا رحت احضر الحفله اوكي اندعيت من قبل المطعم وكمان من قبل محمد ف كانت مهضومة كتير يعني ماما كانت أول مرة بتروح تسهر معي يعني فعلاً كانت غريبة القصة يعني طب كانت مسحة ولا جات شو؟ أنا أول مرة شوف بارت عمي كنت كان صراحة ما في كانت مسحة عن جد هادي كانت مسحة عن جد ما في مسحة ما في مسحة تفضلي بس شفتها جوا شو ما تكون مصممة الحقيقة أنا أنت منك مخطوبة لا لا بدنا هلأ أفشاتك مصممة الحقيقة وكذا بنشوف الروبورتاج ونبلش معك يلا صريحة ما بتتردد تقول آراءها وإن كانت عكس المقبول والسائد ألين أحمر اللي عرفت الطريقة للمسرح من بعد ما اختبرت الشاشة الصغيرة وعروض الأزياء صحيح أنها مش مأمنة للفن فحامية حالة من غدره كيف بتصنف الجمال وهل صحيح أنه المرأة تتكون جميلة لازم تكون كلاس؟ ألين بأكثر من مقابلة ولقاء قلت إنه مع إنه الست تكون سكسي وكلاس صح دايما بقولها كيف يعني تزبط صفة سكسي مع كلاس يعني هي بدها توضيح لو سمحتي ثانك يو شفتي كيف تزبط صفة سكسي بحد ذاتها هي صفة كلاس فيها يعني هي المرة فيها يا تعملها تضلها سكسي بطريقة مبتذلة يا فيها تكون مثلك مثل اليسار حبيب. مثل أي بنت حابة تظهر جمالها بس بطريقة محترمة سو هون ال يعني بس هي بتقول عن حالها أنا إنه هي بتعطي لحالها هالوصف ولا الآخرين مش قابلة تقولي الكلمة فيها سكسي سكسي قولي سكسي عيد ورا بتخوف فيك تقولي ملفتة ملفتة مش غلط كلمة تكون المرة سكسي وكلاس أكيد ومش بس بتياب حتى بقعدتها بحكيها بتصرفاتها يعني ما وقفت بس على على شو بتلبس وكل ما بالعكس يعني كلمه سكسي وصلت بكلمه كلاس كل ما صارت احلى يعني فانا دائما موافقين شباب كلكم عم بتقولوا اوكي كلكم باصمين بالعشره انا عندي اعتراض شو اعترض تفضل ما في ولك غبتي وطالت غيباتك شو اشتقت لك وحياتك غبتي وطالت غيباتك شو اشتقت لك وحياتك يا نيالو لك وفار اللي مسوي لك شعراتك لا 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 بس خلص تفضل بس خلاص بس خلص بس اعتراض اعتراض مقبول يعني اعتراض مقبول اليسار اسمك حاضر من 98 بتغني وخطواتك ثابته بعالم الفن على الرغم من صعوبتها صح وواجهتي كثير صعوبات اي اصعب اليسار الخيانه بالحب ام بالفن وانت تعرضتي للاثنين حسب صحيح ما اعرف صحيح نعم لا يعني ليك هي كلمه خيانه مجرد انك تقولي خيانه هي شيء كثير صعب بكل شيء بتتعرضي له بهالمرادف بهالمفرد هو اكيد صعب. مش منيح لا طبعا اكيد على على الصعيد الشخصي او العاطفي بيشرح اكثر بيعلم اكثر بس بالاشياء المادية بتتخطيها مع الوقت بتقولي طب هيدا نصيبه كمان بالحب او بالعاطفه نصيب بس دائما يعني الفن بيساعد الفن بيساعد النجوميه بتساعد انك تتخطي خيانه وقسوه انا شفتها انه مزبوط دائما الفن لانه هالقد بحبه وانا فنان يعني مع بكل تواضع بحس انه انا خلقت فنانه بحس انه في فترات كثير قطعت علي صعبه بالفن الفن نساني اياها وبلسمها وقطعت بطريقه حلوه ألين بلشتي بعرض الازياء انتقلتي للتجاره بالازياء الى التمثيل نعم شاطره بالتمثيل مثل شطارتك بعرض الازياء والتجاره هلا عرض الازياء ما كان مهنه يعني كان هو مثل هوايه اول ما يعني هيك بلشت بس شاطره فيه
ايه كنت بس ثانك يو بس انه قصدي ما حسيت حالي انه كثير اشتغلت فيها يعني اعتبرتها اكثر هوايه من كبزنس التياب يعني البوتيك والتمثيل فلا الحمد لله انه لو ما يعني عيب الواحد يحكي عن حاله بس لو ما شاطره فيهم ما بعتقد انه بعدني طب طالما هيك اسئله سريعه بدي اياك محل الاسئله السريعه والاجابات بدي اياك تمثلي اوكي يلا عم تسمعي مشاكل زبوني عم بتنق عندك بالمحل وانت مستعجله بدك تفلي عندك تصوير او شيء كيف تتصرفي كلهم انا وقاعده تمثيلا مثل ما بدك قاعده واقفه اللي بدك اياه عم تحكي هي هلا عم بتنق باي باي الين بسمع لها بس اكيد في بيكون حدا تاني عم يساعدها مش رح اتركها لحالها بالمحل بس انه انا محمد اسكندر بيعجبك هيك شاب حلاوه بس ما بدك اياه يعرف عمال خلينا نظبط حالي شوي خلينا نظبط شبوبيتي شوي بس هيك عم تحدث ليكي مجوه الله عليكي ما تغيري احكي لهم مضبوطين هن لحظه هيك وما بدك اياه يعرف عم طلع سليم في خيانة شو عشفت بسليم لا عم بخفي عم بخفي هالشي مع سليم ساعدني لا بتحبني 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 هلا اسئله سريعه للست اليسار اليسار في حدك ميكرو في حدا ميكرو في حدك ميكرو وفي حد محمد ميكرو ابو فارس انا وياه فرد ميكرو احنا اصلا متفقين متفقين محل الاسئله السريعه بدي مواويل اوكي مواويل وتحدي بينك وبين ابو فارس هلا اوكي تتحدي بمويل واحد بيرجع برد عليك اذا بدنا نتحدى انا بصير في مشكله بالنص هلا بنشوف هلا بنشوف ما في مشاكل يلا نتحدى مويل غزل 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 روحوا على الله يا شباب شيطاني شوية عقاب جرح النساء بدمكن انتو الرجال اي والله بكفي شيطني شوية عقال وجرح النساء بدمكن انتو الرجال قلبك اخدتو نعيش عميل اليمين والله خلق لك قلب طيب عالشمال يا ربيع الزيات يا ربيع الزيات يا شمس العلوم ولسار قلبي عن غرامك ما يا رابع الزيات يا شمس الولود ولسار قلبي عن غرامك ما بتوب رح قص قلبي بهالسهرة رح قص قلبي بهالسهرة شقفتين من شان يرضى شمالنا ويرضى الجنوب اليسار تحدي موال عن المناطق اللبنانية يلا شال بما انه بلش
ودخلك بتدخلك بغير هالرد يطلع لك هيدا تعايش مشترك ولا خداع خداع ودخلك بردي غير هالرد يطلع هيدا تعايش مشترك ولا خداع بقلبك في عشق سير من كتر العشق واحساسك مفصل عقياس لبقاع لبقاع وبس يا ريت يا ريت كل ما عشقت خلف لي ولد يا ريت كل ما عشقت خلف لي ولد تيكون لبيو للأرزي سند ولك بالدين عنا بالدين عنا بيسمحولي بأربعة وهيكي منلغي الطائفية من البلد بدي إلا ردي بس لألين؟ لألين طبعا يلا ألين يا نغمي أخذت لحظة شو افتحوا لي الصوت أنا صوتي سكر الله خليكم افتحوا لأنه ألين يعني حتزعل مني لا بالعكس أبدا بس ما أخذ كان صوتي مفتوح هلا سكر ألين يا نغمي على شفاف الدنيا بورود الله مجللي ومزيني يوم اللي ما بسمع فيه أنا يوم اللي ما بسمع فيه صوتك هالحلو بشعر كأنه راح من عمري سنين ولك مين الشاغل بالك سمرة يا صغيرة ومين الشاغل بالك سمرة يا صغيرة يا بتحكي للحال بتحكي للحال يا بسأل كل الجيرة يا بسأل كل الجيرة انت الشاغل بالك وحدك عشيرة انت الشاغل بالك وحدك عشيرة بترحم لي حالي بترحم لي حالي يا برحل من هالديرة يا برحل من هالديرة قد حبوكي واهلك للعذاب يا عمر رميوك
حبوك العزاب مش قد حبوك واهلك للعذاب يا عمري رميوك ليش بعدوك عن دربي ليش شانوك من قلبي ليش بعدوك عن دربي ليش شانوك من قلبي خلوني بحير وخلوك بحير خلوني بحير وخلوك بحير ومن مين الشام الباي سميرة يا صغيرة مين الشام الباي سميرة يا صغيرة يا بتحكي للحال بسأل كل الجيرة بسأل كل الجيرة وانت الشاغل بال وحدك عشيرة انت الشاغل بال وحدك عشيرة يا بترحم لي حالي يا بترحم لي حالي يا برحم من هالديرة يا برحم من هالديرة محمد عثمان مشهور اكثر من هذا يعني اسوء اغاني عم بيغني هو اذا بعدك مني زعلان انا جاي الليل راضي بعدنا معكم مشاهدينا مع ضيوفنا ومع ابو فارس اسكندر وبهالسهره الحلوه بما انك شهود من الشهود استاذ سليم شهود الزور شهود الزور كنا عم نحكي هلا وعم نسمع مواويل فولكلوريه لبنانيه قلت صحيح انه راغب علامه شهرته اكبر واوسع من شهره عاصي الحلاني بالعالم العربي ما حفظ الالقاب طبعا اكيد ليه فسر لنا لانه راغب بلش قبل بس كرمال بلش قبل راغب بلش قبل وراغب يمكن يعني هلا محمد عثمان مشهور اكثر من راغب علامه محمد عثمان مشهور اكثر من راغب لانه بلش قبل مطرب العظيم محمد عثمان بالقرن التاسع عشر بتعرف هذا درجات ثامنه مش هذا دور كدني الهوى وكذا لا بالحقيقه لا 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 لك لا مش مش هاي مش هاي الخبريه بس طبعا يعني بنحترم الوقت يعني الوقت يحترم اوكي اليسار بتقولي انه انا كثير جربت فوت على مصر كان سهل فوت على مصر ولكن في شيء دائما عم يتعرقل شيء عم بعرقل ام حدا عم بعرقل لا لا ما مش قصة حدا عم بعرقل ابدا بس ظروف وحتى وقتها بنسمع اغاني مصريه دائما بنسمعها بلبنان بتكون موجوده عند الملحنين او الموزعين وهذا غلط انا برايي لانه يعني الاصل او المفروض تكون بقلب مصر لحتى تنقي وتسمعي اكبر يعني عدد من الاعمال لا ما في حدا عم يعرقل بس الوقت والظروف بس اكيد لابد يعني على الاكيد انه اللون المصري هو انا الشيء اول شيء ربيت عليه ودائما راح يكون موجود وانا راح اقصد اني اخده ان شاء الله فادي بمواضيعك اللي بتعملها بتنظر او بتاخذ بعين الاعتبار للبيئه العربيه العامه الواسعه يعني خليني اخذ مثلا كليبات استاذ محمد اسكندر هي بتصيب كل بلد او كل مواطن عربي ام محليه كمان بطل في محليه يعني كلنا الكره الارضيه كلها صارت برايي كليك اوف ا بوتم يعني بكبسه زر ف بدك تحترمي كل الجمهور وين ما كان يعني على الفيسبوك على
وين ما كان عم يحضر يعني دائما بتاخذ بعين الاعتبار هالشيء انه انا مواضيع فارس اسكندر يعني انا بكون المنقذ دائما بكب علي لحظة اذا المنقذ يعني معناتها غرق وذكرت انت فارس اسكندر محمد اسكندر بعرف قديش كنت عم شوي عم تغني وتقول الولد انه لو بعشق كل وحده بجيب منها ولد عندك ابن يعني بيسوى تقله انا مش شايف الطائفيه شو قدمت له بعيد ميلاده شو عملت له بعيد ميلاده لفارس افكار مش افكار عادي اسمه على كسمه ونجوميه بركان وبلحظات مش بركان بتفكروا شي نار مطفيه مجرم شعر وبداخله انسان سارق اسطوره من النازي هتلر عنيد بفكرته شيطان اثرت فيه واثر علي هيدا الصبي هيدا الصبي فارس طلع خلال كون من الفارس فروسي انطرته بمر يوسف انطرته بمر يوسف انا والان انهار وليل وخفيت شي شوي طل الصبح قالوا خلق غضبان اتبسم لأمه وصبح الدكتور وفتح عيونه وقال وان بين ديسر لك صاحبي الغالي الأمين ديسر لك صاحبي الغالي الأمين من يوم ما كنت ببطن أمي جنين وتكتب إلي أشعار وتغني ودوب واحذر شو عم بدق عود الحنين ونعلق انا وياك عن طيبة قلوب ونتصالح بلهفة كنيسي للرنين واكتف واكتف يمينك عالمسارح تجوب وشو شفت حالي فيك نحن وفايتين الله 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 بتمرق سنين بتمرق سنين بتعب بشروق بغروب وما هز شعره فيك مشوار السنين بتمرق سنين بتعب بشروق بغروب وما هز شعره فيك مشوار السنين ولك يا ابو فارس نعمت بحصد دروب حتى حفرت الصخر وبنيت العرين يا ابو فارس نعمت بحصد دروب حتى حفرت الصخر وبنيت العرين ما بحب ما بحب تكسر شوكتك لحظة هروب ولو كنت ظالم والبقايا مظلومين خمسين عام الله خمسين عام وهالدنيا بعدها دنيا وبعدك بعيني مثل زهر السوسني لما تغني جنب مني
لك بهالحياة بترد عمري ابن 16 سنة. إذا بعدك مني زعلان أنا جاي الليل راضي، مستقبل عمري من زمان كله معلق بماضي. حبك فرحة أيامي أيامي، وإنت فارس أحلامي أحلامي. حبك فرحة أيامي أيامي، وإنت فارس أحلامي أحلامي. ما بقول العين نامي نامي إذا ما بدأ تحلم فيك. إذا بعدك مني زعلان أنا جاي الليل راضي، مستقبل عمري من زمان. يلا سوا يلا المحبة وعيشتك بالهنا. انت قطعة من قلبي انت يعني انا. انا ربيتك عالمحبة وعيشتك بالهنا. انت قطعة من قلبي انت يعني انا. شوف بعينك ميلادي ميلادي ورحلة عمري وامجادي امجادي. شوف بعينك ميلادي ميلادي ورحلة عمري وأمجادي أمجادي. منا يا بكر ولادي ولادي لو تطلب روحي بعطي. إذا بعدك مني زعلان أنا جاي الليل راضي، مستقبل عمري من زمان كله معلق بماضي. الله الله يخليكم لبعض، يخليكم راسه يا رب ويخلي لك ياه حبيبتي. اهلا وسهلا فيك فارس، خلي لك ولادك. نورتنا فارس. انت منوره حبيبي. بالشعر رومانسي حد التطرف، وبالتصريحات صادق لحد التطرف، وبالمواقف الفنية صادم لحد التطرف. الشاعر فارس اسكندر اللي صار شعره ملازم للأغنية الناجحة تحول مقصد للفنانين الباحثين عن شهرة الكلمة وقفشة الأغنية. فهل المكسب المادي هو سبب تعاونه الكبير مع الفنانين الجدد، أم الخضوع لمطالب النجوم مش بحساباته؟ اهلا وسهلا فيك الشاعر فارس اسكندر والمغني اللي سمعناك هلا. صوتك كثير حلو، ما بتفكر تغني؟ لا شاعر بس شاعر. ها فارس الله يخليكم لبعض انت وبيك، هيك اثرتوا فينا كثير انت وابو فارس. الله يخليك. من يوم ورايح حيصير اسمه ابو فارس الفني مش محمد اسكندر؟ هو هيك بده. هو هيك بده. انت زعلان؟ ابدا بالعكس اللي شرف. طب فارس، معقول حدا بيكتب هالكلام الجميل بيحكي بهالطريقه المنمقه وبيكون صادم هالقد وفج بالحياه؟ هو لازم الواحد يكون صريح، يعني مش لازم خصوص الرجال، لازم يكون مواضيع وافكار تكون صريحه. لحظه، شو يعني خصوص الرجال؟ ما المره فيها تكون كمان صريحه؟ المره بيلبقى لها تكون دبلوماسيه اكثر، انا برايي هيك. اوكي، لانها كائن ناعم ما فيها تسمي الاشياء باسمائها، بس فيها تكون صريحه ودبلوماسيه. مش دائما بذات الوقت. مش دائما. فارس بتخلي الاغاني الحلوه صحيح مثل خبروني لابو فارس. يعني هيك قالوا لي انه كل الاغاني الحلوه بتخبيهم لابو فارس. اذا شيء صادم يعني اسوء اغاني عم بيغني هو. بالعكس بعتقد انا الاغاني اللي عم بيغنيها هو اذا غير بيتجرأ وما في مشكله. فارس، بيقصدوك الفنانين خصوصا الفنانين الجداد اللي هلا مبلشين، انت وسليم سلامه طبعا باغنيه ضاربه، طبعا بقفشه. انت فارس اسكندر بتتعاون مع هالفنانين للمكسب المادي ام لانه بيسمعوا الكلمه اكثر من النجوم او نجوم الصف الاول اللي تعاملت معهم كمان؟ لا، بتعامل معهم غالبيا، انا برتاح بالتعامل معهم وسليم كمان. يعني ومنتفق على هيدي الشغله انه ممكن المطرب يكون كونتاكت مع سليم قبل او معي قبل، منتفق على انه نحن اثنيناتنا مرتاحين بالتعامل او ما بنتعامل.
أوكي. يعني في ناس انا ما برتاح بالتعامل معهم، سليم ما بيشتغل معهم والعكس صحيح. سليم عندكم شروط بتحطوها على الفنانين طبعا. ممنوع الفنان يتدخل صحيح بالاغنيه او بكلمات هيك قال فارس. لا في شغله ما بحب الفنان يبلغس. ايه في شغله اخطر من هيك. شو يمكن انا وفارس الوحيدين بالعالم العربي فيك تعتبره انه المطرب بيدفع مصاري قبل ما يسمع. كيف هيك؟ ليه؟ لانه جاي عند ناس شغلتهم. وبركي لحظه الا محمد اسكندر. انا ما بعرف الدولار شو لونه معه. محمد اسكندر ما بيدفع ابدا. ما بعرف شو لون الدولار معه. قالوا لي غير لون. بس عم نحكي عن فنانين عندهم اسمهم، عندهم مكانتهم، يعني كمان لا في اشخاص لقلك شغلي، في اشخاص كثير يعني كيف بدي لك مقربين يعني ما بدنا نسمي لما نغلط ونوقع وننسى حدا ونسمي حدا، بس عاده الاشخاص الجداد اللي عم يجوا يشتغلوا معنا بيدفعوا عربون قبل ما يسمعوا اللحن. اه يعني كثير تعامل مادي معك. لا مش مادي. لا مش مادي. لا انت اليوم بتروحي عند شخص بدك تنقي شغله او بدك يصنع لك شغله، ممكن تسمعي تقولي له ما عجبتني تروحي تعملي نفس الفكره. مين بالمين؟ بس برافو عليك صاحب. لا هذه ثقه بالنفس، انا برايي ثقه بالنفس. هو جاي لعند شخص لقلك شغله رابعه، هو جاي عند فارس اسكندر اللي هو نمبر 1 كشاعر بالعالم العربي، وسليم سلامه كملحن نمبر 1 بالعالم العربي. مين طبعًا. قال هيك؟ أنا أنت عم تقول. أنا ما بتبنك. أوكي لأنه نحن ما يعني أوكي سليم سلامة هيك بيقول. لا أنا بقوله أنا بقوله. أوكي بس تواضع كتير يعني. لا مش ضروري مش ضروري يعني. لأنه التواضع ما عاد ينفع بيدي. ما عاد ينفع. طيب أوكي. إيه مع الناس ولا مع الفنانين؟ لا مع الفنانين. مع الناس خلاص صغيرة. خلاص صغيرة رابعة إنه في ناس مش مخولين يختاروا هي يعني صحيح. فنيا الباك جراوند تبعهم ضعيف، بعضهم مبتدئين أوكي. فليش بدهم يعطيهم يختاروا من عندنا؟ نحن بنعرف اكثر منهم. طب فارس اسكندر تعاونت مع كثير من النجوم ومن النجوم الصاعدين ومن المخضرمين واللي عندهم اسمهم، بدي اسالك بعنوان كان بقى التعاون لو اوكي، وهني اسئله سريعه يعني بدي جواب كثير مختصر. مع نوال كان بقى التعاون لو نوال الزغبي طبعا لو ما غيرت سياستها اوكي، مع اليسا كان بقى التعاون 14 كانت لو 8 او لا ابدا مش هذا هو سياسه الفنيه مع اليسا كان بقى التعاون لو كان في حد ادنى من الاحترام. ما كان في حد ادنى من الاحترام. مع نجوى كرم كان بقى التعاون لو لو الاكيب اللي حدها شوي بتريحه اوكي. مع محمد اسكندر كان خلص التعاون لو قرر يختار. لو قرر يختار طبعا ممنوع محمد اسكندر يختار لانه بيختار بعاطفه. 25 سنة يا زلمة من التاريخ الفني والعطاء. في يقول شغلة صغيرة في بدك تجي تقلب له انت. في اشياء كثير بتتغير، في اشياء كثير بتتغير يعني الزمن بيتغير. ليش بدنا نتطور بمطرح وما نتطور من مطرح؟ محمد بيختار بعاطفته انا بعرفه. طيب ما اوقات العاطفه بتكون اصدق وبتوصل. ما بدك صراحه ما بدك شي كلمه انا احكي صراحه. تفضل اكيد. انا عم باخذ ببلاش مش عم بدفع مصاري. اوكي طب طالما عم تاخذ ببلاش مش عم يعطوني مش عم ياخذوا مني الجماعه عم ياخذوا من اجرهم. بس انت مكسب كثير كبير لنا الليله بالحلقه. خلونا نتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع منتابع. حبيب قلبي شو مشكلتك مع المسلمين؟ الموضوع قفلناه، نحن في عنا شغل جديد و... احنا ما جرحنا بحدا. احنا سجلنا اعتراضنا لانه ضروري نسجل اعتراض. Oh,
بنام عيونك يا عيوني قبل طلوع الضو حاجة تقل من دوني ما كان حلو الجو بنام عيونك يا عيوني قبل طلوع الضو من رأس منبى عينيك وقلبك ما وجعوك ما سألوك عن الناس اللي بيحبوك ما وجعوك ما سألوك يلا سيد عن الناس اللي بيحبوك لك ما ترد واخوة جن جن عصب منك سب لك يرجع قلبي حل والله يحل طرت كتير لك ما ترد واخوة جن عصب منك سب لك يرجع قلبي حل وتفيق مأخر بالصلح مفكر وتفيق مأخر بالصلح مفكر لبكيك لخليك حد وما اسأل فيك لبكيك لخليك يلا صاير لك اشتاق لك عم تقسى لبق لك عم تقهرني وتوترني مش رح تعرفني على يوم على ما بنقدوم روح من دونك ما كان حلو الجو منام عيونك يا عيوني قبل طلوع الضو حاجة تقلي من دونك ما كان حلو الجو منام عيونك يا عيون روح يا اليسار روح بالرأس ملبى عينيك وقلبك بالرأس ملبى عينيك وقلبك موجعوك ما سألوك الناس اللي بيحبوك ما وجعوك ما سألوك عن الناس اللي بيحبوك صاير لك اشتاق لك عم تنسى لبق لك عم تقهرني وتوترني مش رح تعرف قيمة حبي تتخسرني شاطر بس تودعني وتمشي مثل الطير تقلي تعبان وتقنعني وقلك تصبح على خير وتفيق مأخر بالصلح مفكر لبكيك لخليك يا اسكندر لبكيك لخليك موت وما اسأل سلامي هيدي من الحان سليم طبعا هيدي من الحان الاستاذ سليم سليم وشاعرين كتاب طبعا والشاعر يعني هن غريبه هالديو يلي ما بيشتغلوا ابدا اول مره فارس انه يعني رومانسيه كثير ببعض الاغاني وصدام وعنف باغاني ثانيه كيف ظابطه يمكن هيدي من بيئتنا وانا اخذها من بي هيدي اسوه الحنان اسوه الحنان طيب قسوة الحنان كمان على المرأة وقسوة الحنان كمان على المثليين هو اللي أنا نطرت لأفتح موضوع بلش أستاذ محمد ضد العنف ما فتحت تمي قلت بدي أنطر ليجي فارس لأنه هو كاتب الكلمات شو مشكلتك مع المثليين؟ مش مع المثليين بس أنا كل مشكلة من المجتمع بحسها شواذ غير اللي خلقوا ربنا بهجمة بس المثليين أحيانا كتير هن خلقت ربنا انت عم تعترض على انا ما عندي قناعة مع هيدي الفكرة وقلتها كذا مرة مش العلم اثبت هالشيء ممكن حتى العلم يكون متقارب نعم. رايي نغني
لا انا برايي فينا نحكي شوي لانه هدول شريحه كثير كبيره. انا برايي نغني وهالموضوع قفلناه. نحن في عنا شغل جديد واغاني جديده وتحضيرات جديده. لحظه غنيت بكندا كان جمعيه وغنينا بامريكا وهلا طالع على كندا. احنا سجلنا اعتراضنا لانه ضروري نسجل اعتراض. ما عندنا نحن ما عندنا مشكله بحدا، كل واحد ربه هو بيحاسبه. فادي انت اخرجت ضد العنف وجمهورية قلبي قبله وجمهورية قلبي، حسيت بإحراج إنك تتطرق لموضوع يمكن أنت وصرحت إنه أنا مع الحرية الشخصية؟ إحنا ما جرحنا بحدا، بالعكس أنا بالكليب ضويت على الحرية الشخصية أبدا، ما جرحنا بحدا أبدا وضويت وكل واحد له رأيه. أنا اتناولت يعني موضوع بالعالم العربي وعلميا عرفتي، بس أنا أخذتها شوية بطريقة مثل العادة بجيب لي الموضوع فارس القنابل، بجيب لك القنابل فارس. بجمهورية قلبي، بجمهورية قلبي لحظة. عصفور خير شو فيه؟ شو ده عصفور غراب ده؟ أهلا بعصفور. بس هيدا كله شو شو هيدا العود؟ هذا العود زياد إنه العود إنه هلأ ليه خير إن شاء الله. شو فيه؟ بدي دوزي هلا زياد بدك تدوزن العود، عادة بندوزن قبل الحلقة. غنوا بالأول بعدين دوزن. بعد ما خلصنا كل رح نخلص الحلقة بدك تدوزن العود. دوزن بعد الحفلة قبل الحفلة بدوزن. شو قصة الدوزن؟ بعد الحفلة. شو سليم؟ في حدا بدوزن بعد الحفلة قبل الحفلة؟ قد ايه بتضلك عم تدوزن العود يا سليم؟ ها؟ شو هي خبرية؟ وينه عصفور؟ راح عصفور. أنا هيني موجودة. طار طار. جاوبني لإلي. فينا نجيب الجفت. ما متت ما جفت. شو قصتها هي؟ ما جفت. لا هيدي هي قصة بتشعبي شوي. ايه. كنا بحفلة خاصة هيك قاعدة بفيلا يعني أحد الأشخاص بالنبطية. وشوي صعوبة، في صعوبة بالدوزان ما بين آلة العود والكمانجا والقانون. يعني آلات وترية، كنا مركزين شوي على الآلات الوترية. فواحد سكران شكله قبل بوقت يعني جاي وحاططنا براسه، فقرب لحد هيك قال لي يا خيي هذا راس. قلت له شو؟ قال لي دن 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 كل النهار. شو الموضوع؟ قلت له لا بس عم ندوز قبل ما نبلش الحفله. قال لي يا خيي غنوا وبعدين بندوز. والله بس نفل بعد الحفله بندوز. شو المشكله؟ فما رديت عليه انا، عرفت كيف؟ ما كثير عبرته يعني انه عايشه كنت. فدوزنا وكذا، هو بعده حايص. هلا ناطرني على غلطه هو. قعد بوجهي ابدا بسونتر يعني هيك. فوكس عليك. ايه فوكس علي. هيدي تقريبا بالتسعينات قبل شوي هيك يعني. فانا كمش العود وعم غني. قلت له أنا قلت انا هيك كان وقتها درجه اغنيه الفنان وديع الصافي بتحبني وشاهد بالبكي كموال يعني. فقلت انا بتحبني وشهقت بالبكي. طلع في هيك قال لي اقل شيء تبكي منيح لما انتحرت. مش شايف شكلك كيف؟ برافو عليك برافو عليك. فدغري بتفرقني فيها. فمن قصة دوزان، من قصة دوزان لموضوع بتحبني شاهد بالبكي صدمني يعني. فاجت قصة الدوزان منيح هلا ظابطه. ها انين احمر حضرتك بمسرح الشانسونيه كثير بنلاحظ وبنشوف انه ضروره بمسرح الشانسونيه يكون بنت صبيه جميله ما شاء الله عليكي، مثيرة، لبسها كتير يمكن ملفت للنظر وهي تكون كتير حلوة. هيدي من ضرورات مسرح الشانسونية وهيدا الشيء ما بيقلل من قيمة موهبتك يمكن؟ هلا هيدي الفكرة موجودة مش بس على مسرح الشانسونية، يعني صارت موجودة بأي ميديا، على التيفي، ببرنامج، بوين ما كان. بس أنا برأيي إنه هي البنت هي بتختار، يعني يا بدها تضل عاملة تركيز على هالموضوع يا بتستعمله يمكن كشكل حلو وبتركز على كمان على دورها كتمثيل يعني. فأنا هذا الشيء ما استغليته، بالعكس يعني دايما بيهمني وين حسن أدائي بالمسرح، دايما أسأل الشباب إنه أخذ من خبرتهم استفيد من هالموضوع. يسار الجمال بالفن يكفي؟ ما فيك تفرق أدي ضروري يعني. اليوم الجمال الشكل أنت ضروري. عندك صوت كتير حلو كتير ضروري كتير ضروري للأسف. هلا هلا الشكل كتير مهم، بس انا برايي اذا ما من الاول في موهبه صوت ما فينا نروح على ولا شيء ثاني. يعني الصوت هو بالاساس في الاساس، بس ما فينا نقول صوت بس. صرنا بعصر الصوت والصوره، والصورة. يعني طبعا الفنانه اكثر اذا بدي اقول بدك كثير تشتغل على شكلها، على كيف تطلع، دائما فكره جديده. يعني تنقي اللي بيناسبها والحلو عليها. مش ضروري تكون اوفر اكيد، كمان كثير مثل عم نشوف كثير اوفر بالفاشن. مش كل شيء حلو بيلبق لنا، بس طبعا الاثنين مهمين، بس انا الموهبه عندي دائما هي الاهم.
والقبول من عند المشاهد ومن عند رب العالمين. طبعا محمد اسكندر ابو فارس بلشنا، كنا عم نحكي شوي عن جمهورية قلبي ضد العنف، وكنا مبلشين بالميجنة والعتابة والارض. بدي ارجع لهديك المطارح. يلا بدي اعطونا بيت على يا شباب، بدي اقول بيت انا وقاعد وخمسة انا واقف. حلو. لما الحب من يمك الي صار، لما الحب من يمك الي صار يميني، صرت فكرها الي صار. ولكل ليل نهار لو طلت الي صار الدنيا بلا رابعة عتمة وضباية. انا بدي اعتذر منك واصل مشوار عند الموسيقية، وانا بدي حي الفرقة الموسيقية فردا فردا، يعطيكم العافية شباب. في عندنا واحد بالفرقة الموسيقية هذا الحكي هون من الشباب، قالت لي رابع حطة للمكروجين. هذا اللي عم يدق على الاورج، شايفتيه هونيك؟ شايفته. بيشبهني؟ بيشبه كثير. شو ما تقول لي هذا ابني. الله شوف هذا احمد خيي صغير. هذا احمد. مرحبا يا احمد. الله خيو بس مش صغير. يعطيك العافيه. هلا بما انه اليوم انا انه اليوبيل الفضي تبعولي بحق لي اتدلل وتغنى. اي طبعا تدلل. فهلا بده يقول لي بيت عتيبه هو. ايوه. حلو. يا احمد. يا احمد. كتير تحسين النيو تي في، فيها كتير تحسين، بتقدر للي عايز نور تحسين. لو ما إبرت الخياط ولك، لو ما إبرت الخياط تحسين، ما لبسنا الدنيا أروع دياي. ليكو إذا ما بتعصبوا فليح فللكم الليلة ها. عزكم مش عجب لي أخي. لو ما إبرت الخياط رجع لي مصريات. لو ما إبرت الخياط تحسين، ولك ما لبسنا الدنيا أروع تياب. الله. أنا رح أفسد لك شو كان عم يقول قبل شوي سليم. كيف؟ قال لي إنه بيكفي تغازل رابعة. قلت كيف؟ أنا رح أقول له إنه شو؟ أنا بقدر بغازلها. لا لا مش دايما. لحظة شوي. بدك تاخد إذن. أنا بقدر بغازلها إذا هي بدها وتوبها زاهي. إذا هي أنا بقدر بغازلها إذا هي بدها وتوبها زاهي. إذا هي وخايف إذا كترتها، ولك إذا هي يكتب بالهجة عني كتاب. هلا بلشنا حي الزمان. يلبس بلاوز صدرك قد ما يلبس
بلا وز رح بضل مستنفر بلا وز صدرك قد ما يلبس بلا وز رح بضل مستنفر بلا وز ولك البحيرة مش حلو جوا البحيرة تعرفي على البحيرة البحيرة مش حلو جوا بلا وز ولا حلو الكروم بلا عناب وادي أنا عارف جمالك سحر أنا عارف جمالك سحر قدس بقلبي محبته والحب قدس أنا عارف جمالك سحر قدس بقلبي محبته والحب قدس خديني معك على القداس ولك خديني معك على القداس قد استأتنا ولا على دين الأحباب ويني لك ويلي دلعونة ويلي دلعونة الصبر بيجرح والبيض يداونة We'll be right back.
بام 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 بام. عمال عمال شو عمال بقى عالصيد توجه بولياس حامل جعبي وجفت تقيل مهي حال ومحمس وشارب شي تسع رقيل من غير ما يخرطش أوس والدنيا عتم وما في بيل من غير ما يخرطش أوس ولك الدنيا عتم وما في بيل كان قواس وغير قواس وبدك من الصيد شيل ولك تاري مقوس أم الياس وصالي عباب الجارة هو را بعد عيون الهوار يا دمع عيني فور جبال تراب المحبارة أول يا أبو الهوار بعد عيون الهوار يا دمع عيني فور جبال تراب المحبارة جارتنا قبالي برا تلبس توب تشلح توب عمريتها بتتمرة مش قادرنا من الشوف جارتنا قبالي برا تلبس توب تشلح توب عمريتها بتتمرة مش فرقاني معها منوب وزيادة عم تتعرى كنت مفكر اني توب بدي اغلط هالمرة لو بدي قرتك بزنوب برجع بدفع كفارة مشكلة انه ما عاد في موهبة بصوت اثنيناتهم فشلوا فشلوا؟ طبعا ما بيشرفني انه حدا اسرائيلي غني لي غنيت انا رايح هلا برجع هلا جكارة فارس انا بدي اقول شيء ما بيركب راسي على راسي وحدي بعثت لي رسالة قال هلأ تعي يا حلوتي الكلك نعس نامي بتختك هون بضلوعي رح بوعدك للصبح رح أقطع نفس ممنوع جفني رفت توعي ونامت كتير وصار بدي تفوق قالت لأما ساعتين زمان وعخدودها شايف خبز مرقوق واحكي لحالي يلعن الشيطان طب بدوق خد الشمس او ما بدوق بدوق خد الشمس او ما بدوق ما في حدا غربنا سمعان طل القمر قال لي عمهلك روق بكير بعد كتير يا فنان ولك شو قيمة النحلي بلا ما يفوق وشو بتنفع السهرة بلا نسوان غرفة عمليات بخاف عليكي بعد ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها غرفة عمليات بخاف عليكي بعد ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها مش رح حبك اكثر لما خدودك تزهر مش رح موت عليكي لما شبابك تكبر
راس تكسر روح حبك تقدر لما خدودي بتجبر مش رح موت على قلبي لما شبابك تكبر حلو خلقت ربك لو ما كنت بحبك تجميلي غير طعم تفاوستك والمس اشياء بتسيل بفكر حالي لمستك مش رح ارضى تجميلي غير طعم تفاوستك والمس اشياء بتسيل بفكر حالي لمستك طبتك للصراحة العالم مش مرتاحة اكتر اخترب بيتهم بعد هالجراح واذا انت جرحتك يعني قلبي غرفة عمليات وخاف عليكي بعدها لترباع البنا صارت تشبع يلا روح يا احمد غير اللي مجبورين الله لا يجرب حدا بعدك ست الحلوين ومثل البدر البلفاضة غير اللي مجبورين الله لا يجرب حدا القصة مش تسلاية أو موضة وهواية اللي بسحرك مش لازم توقف على المراية والقصة ست الحلوين بالبدر البلفاضة غير اللي مجبورين الله لا يجرب حد والقصة مش تسلاي أموضة وهواية اللي بسحرك توقف على المراية واللي بيفصحوك أو اللي بيكرهوك كل شهر بمستشفى حتى يشفعوك القصة مش تسلاي أموضة وهواية حالك مش لازم توقف على المراية واللي صحوك هودي بيكرهوك كل شهر في مستشفى حتى يشهوك وغرفة عمليات بخاف عليك بعدها ثلاث ارباع الستات صارت تشبه مش رح حبك اكتر لما خدودك تظهر مش رح موت عليك لما شبابك تك لو ما كنت بحبك مكاني من الغيرة أكبر راس تكسر تمك محمد اسكندر وقالين شكرا لك غنيتي كثير الرأس الحلو يعني رح نضلنا بجو الأسئلة فادي بس هلا حتكون أقسى لأنه شو اسمها الفقرة صندوق الأسود يا بيي بدي استاذ محمد تتفضل لعند تنقي تختار ثلاث اسئله شو رايك انا دائما بدي اتفضل أو عندك فارس او فارس انا ما اعطوه بدي اقوم انا اتفضل لعندك بدك مثلا أنا أتفضل. لا انا بتفضل انا بتفضل شو انا فيني زعل زاهي يعني مثلا طب بس ما تتزعبر ما تتطلع فيهم اعطيني ثلاث اسئله اوكي ثلاثه لو سمحت لمين بدنا نساله هودي هلا بنشوف يطلع معي اربع عليك ها اوكي خلص هودي على نيتك تفضل على نيتي الله ليك انا نيتي ما في اطيب منها والله العظيم اكيد اكيد هلا على كل حال عاده بما انه اخترنا ثلاثه ما رح كلكم تنسالوا بس رح لمح لكم اوكي حتى الاشخاص اللي ما رح ينسالوا محمد اسكندر والقطب المخفيه سليم المكسب غير المشروع مزبوط ودرع الحبس فارس اسكندر دروب وسخة ودروب نظيفة دروب زواريب
اليسار ثمن النجومية، ألين حب فاشل أم استثمار ناجح، فادي حداد تصنيفات، وزياد أنت معفي تحصيل حالنا الأسود. أنا قلبي أسود. لا قلبك أبيض زياد. أوكي لمين برأيكم السؤال الأول؟ للأول. لمين؟ للأول. لمين؟ سأليني شو بدك؟ لإلي صار بما أنك متفاجئة وهيك محضرة حالك، لإلي صار السؤال الأول لإلك. روحي يا إلي صار. قلتي إنه في فنانات صاعدات وفنانات متمرسات بقدموا أموال وأوقات أنفسهم للحصول على الحفلات مقابل حفلات، هيدا اتهام خطير إلي صار. في بس شقفة صغيرة أنا ما قلتها، أنا قلت بيقدموا اموال ايه بس. انا عندها هيدي بس انا ما قلت انفسهم، لا احترام للجميع. انا بقول انفسهم او انا انا شو بتقصدي اللي صار انه الاموال انا اذا في موهبه في وصوت وليش مضطره تقدم اموال؟ ما هو المشكله انه ما عاد في موهبه وصوت، صاروا قلائل اللي عندهم اصوات اذا انا فيني اقول هذا الشيء اذا حدا بيسمح لي. بس انا بدي رد على سؤال انا قلته مزبوط بالصحافه، قلت انه انا عرفت، انا متاكده مش عم بحكي، لانه عرفت انه في فنانات وفنانين عم بيدفعوا اموال ليطلعوا بحفلات مع فنانين كبار لحتى يتقارن او ينحط نحط صورتهم حط صوره حدا كثير كبير لحتى يعملوا شهره. بس ده اللي قلته. اوكي وتحد الصوره. السؤال الثاني لمين برايكم؟ شعبي اللي صار الحكي لك سؤال او لا؟ سليم لك سليم او لا؟ انا سليم فارس. السؤال هو لفادي حداد. لفادي حداد تبع فادي حداد المخرج وليد نصيف بإحدى اللقاءات الصحفية رفض أنه يصنفك أنك مخرج، وقال أنه خارج مخطط عالم الإخراج، وسبق الفنان أيمن زبيب ذكر هذا الموضوع، صرح نفس التصريح. شو بترد؟ اثنيناتهم فشلوا. فشلوا؟ طبعاً. بس عم يشتغلوا وماشي حالهم و... لا هيدي كثير قديمه من شي سنه ونص بركي. ايمن زبيب هلا لا ايمن التقيت انا وياه صاروخ ووليد نصيف عم بيشتغل وما شاء الله. ان شاء الله. بس انا ايمن التقيت فيه جمعه الماضي بقبرص، كنا بقبرص شفته هنيك، وبالعكس قال لي هلا اول كليب بدي صوره معك. بس انا يعني وقتها كان في لقاء قلت له هذا الزلمه ما كثير انا وياه نتفق فما بدي اشتغل معه. والشخص الثاني طب بالنسبه لوليد نصيف وين فشل؟ يعني هيدا التفاهه بالحكي. انا برايي انه يعني هلا اكبر انتاج بالعالم العربي هو انا، وانضف شغل عم يطلع من عندي، وفي كثير ناس شاطرين، بس انا وليد خي وصديق وحبه كثير، وبفتكر هذا طلع قبل الربيع العربي هذا الحكي. بس لما فتنا بالربيع العربي تغربلت شوي القصه. الربيع العربي قلب يعني مش الاراء قلب. مش قلب، خف شوي الشغل بالسوق. قبل كان مين ما كان عم يشتغل، بس هلا صار الفنان سيلكتيف اكثر. صار يعني انتقائي اكثر. بس بدي جاوب عن شغله انا بحبه لايمن زبيب كثير، وريد خي وصديق. بدي اقول جمله بس كلهم بدي اقول جمله بس انه هلا اذا بدك حطي التلفزيون وحضري انضف كواليتي واكثر حدا عم يشتغل بعد الربيع العربي، لانه صار الفنان ما بقى يغلط، خلص روح عن الشخص المناسب. ان شاء الله يشتغلوا كلهم والله يوفقهم كلهم. اذا حكيوا عني هيك بسمحهم انا مش مشكله. هو مش ربيع عربي انت مسميه ربيع اللي عم بيصير اسمه ربيع. انا فكرت في مخرج اسمه ربيع. انا هيك ولا انا وعم بشتغل اكثر واحد بعد الربيع العربي منافس. ايه انا فكرت. طيب السؤال الثالث هو لمين برايكم اكثر واحد عم بشتغل الربيع العربي؟ اذا بتحبي انا بدي هلا هيك خليك انا بدي رد وطول لانه انا لا لكن روح عند سليم سلام. اذا هيك سليم سلام احسن لك. روح عند سليم. برايك اسرائيل دفعت لشيء فنان عربي مقابل بث اغانيه على اذاعاتها؟ ما فهمت. اسرائيل عم تذيع اغاني عربيه؟ ايه انت صرحت هالشيء، صرحت انه اسرائيل بتاخذ بتعطي الفنان اتعابه مقابل انه تبث اغانيه. هيدي دوله بتحترم حالها اكثر من دول بالعالم العربي. 100% دوله بتحترم حالها فنيا. ايه طبعا. لانه شي مره دفعت اسرائيل اتعاب طبعًا فنان؟ طبعا. بس انا في فنان عربي بيقبل ياخذ اتعاب من اسرائيل؟ هون من اسرائيل لا لا المعتدي؟ ما هون السر، هون اللعبه. هو بتقبض من خلال السسام. من خلال السسام. انا رفضت دوليه واحده بالعالم. انا سرقوا مني اغنيه، مش سرقوا، اخذوا مني اغنيه عبالي حبيبي. وبعدين عرفت، انا كنت فكر انه الموضوع سرقه. بعدين عرفت انه لا، شركه روتانا متنازله لشركه تركيه اسمها تقسيم. وتقسيم يحق لها بيع الالحان العربيه لمين ما كان، ان شاء الله لاسرائيل للماوماو، ما عندي مشكله، ما عنده مشكله. فبعدين عرفت انه التقسيم معهم تفويض رسمي
من شركة روتانا ليبيعوا. هلا أنا كعربي وكابن جنوب بالتحديد ما بيشرفني إنه حدا إسرائيلي يغني لي غنيتي، أنا كابن جنوب عم بحكي. هلا بس الجماعة كتير بروفيشنال، بعتوا لي إيميل إنه أنت في إلك مصاري بشركة اسمها شركة عكوم. شو عملت؟ ما قبضتهم أكيد لأنه أوكي. هذا الموضوع يعني أصلاً أنا ضد إنه الغنية تتغنى بغير صوت عربي اللي هي فنانة إليسا. وبس بتعرفي اليوم إسرائيل يعني ما عم تنقمع عن سرقة أراضي، ما سهل موضوع الأغاني يعني. بعدين يمكن إنه هن ما بيدفعوا بس هيك بيروجوا. لا 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 لا, لا. أنا مصر على الموضوع. طيب أبو فارس زمطت من السؤال، فارس وألين زمطوا من السؤال، بدي إياكم تتفضلوا هيك فارس وألين على شجرة الحياة وينية وتختاروا تنقوا لنا سؤالين من شجرة الحياة، ثلاث أسئلة لأنه لا أسئلة كمان. تفضلوا على شجرة الحياة. طفولنا أسئلة لو سمحتوا. أنا عطولة رحنا. إيه عطولة ألين يلا. كم سؤال؟ كم سؤال؟ بدنا اثنين، إلك ولا الوالد؟ أو ألين يلا. يلا. هاي كلا كسر الشر. لا ما انكسرت. اوكي هيدي بنرجع بنرد انا وحده هي وحده فارس تعطيني اياهم ما تزعب لو سمحت انا هيدي لا استاذ محمد انا لقيت لك لا لا بدك دخيلك بس بدك نقيت لا بس قليل لا مش قليل ممكن تعطيها لزياد اه هيدي لزياد اوكي ميرسي وقلي الثانية شكرا لك زياد انت بتسال قليل وانا بسال ابو فارس وفارس اوكي يلا يلا بلش بلش زياد اذا بدك تتعرفي على حدا وين معقول تفتشي على الشخص المناسب على الانترنت انا ما بفتش على حدا هن بيجوا لعندي 100% بقول لاصحابي يعرفوني على حدا او بشي باب التالت وحده انه ما كتير بامن انه في انه اتعرف على حدا اللي بحس انه الشخص اللي بدي اتعرف عليه الله وين كاتب اتعرف عليه رح اتعرف عليه ما بحب اقصدها يعني بدوتر ما بحب اقصدها تجي بالصدفه اوكي فارس اسكندر قد ايه تتقيد بالقوانين اول احتمال ما فيني جاوب على هيك سؤال ثاني احتمال 100% ثالث احتمال اذا اشياء بسيطه مرق رابع احتمال حسب وين او باي بلد بكون بدي احتمال من هالاربعه اذا اشياء بسيطه بمرق اوكي مثل كل لبناني يلا محمد اسكندر ابو فارس هل تعتبر حالك منطقي بتفكيرك اول احتمال على الاقل بالشغل لا انا كثير عاطفي مثل ما قال فارس منطقي لدرجه بزعج اللي حوالي رابع احتمال بتصدق اني ما بعرف بزعج اللي حوالي قد ما منطقي اوكي يا مزعج بس هلا ما نحن رح نغني لانه بس ما رح ننزعج رح نبسط اكيد اللي بدك اياه شو فارس بدي غني غني لفارس بدي جوزه السنه خلاص يلا ودع العزوبيه اوكي يلا ودع العزوبيه يا شباب بعد حمل تاني والتاني بعد فيك تهرب هروب هروب في عنا مثل بالضيعه مثالي الصهر للظهر سندي بشوف حالي إن شاء الله هالمثل بيضل ظاهر وأمين يكون عنوان الأصال بو فارس ما بيسأل عالجواهر ومثل ما الصهر غالي الضنا غالي وأنا ما بعتبر إني مصاهر لإني اتنينن بحسن ولادي وزهرة عن يميني وعن شمال عروس عروس عصفورك الطيار ما عاد يهرب المحبس بإيده صار ودع العزوبي وفات الليل على حبس الحياة أكس على كل البنات ونقاكي انتي من يوم الوزعت كروتو طج الخبر ببيروت
الصبا يا غيري حتموت بسببك انت واللي ما بيوسق الإمارة عقل وطقم العرس اشترى القفص الذهبي حد منك كأنه ملاقي جوهرة كأنه ملاقي جوهرة سهرك اليوم لتنتين الظهر النوم صار في مسؤولي ولوم وغيري عغرامه بلش يستخسر القلوف ويكمش ايده بالمصروف يحلم اي متى رح بيشوف ابنه قدامه الصبح ببرم عليهم بديسك برصاصة مش عم لاقيهم قطعني زياد عندكم شقة أرض أو مكتب للبيع أو للأجار ومش عارفين من وين تبلشوا تلفزيون جديد رح يسهل عليكم اتصلوا على 03-999-006 لا تعرضوا عياركم على الشاشة وتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس على الجديد بالحلقة الجاية من جنى العمر خايفة يكون مصيره مثل مصير بنتي زين القدر رجع جمعنا بإرادتنا أو غير إرادتنا يعني عنا فرصة جديدة ننعم بالسعادة بالحب والله كيف ما خطر عبالي إنك ممكن تكوني أبلح والله وقعت بإيدي يا سلمى جنى العمر الأحد والتنين بعد الأخبار على الجديد تفرق بين غمرة وكف وبنت خرس عطيتها فرصة ترجعك عالصف أخف حب خف تفرق بين غمرة وكف وبنت خرس عطيتها فرصة ترجعك عالصف مليت منك والملل أخطر من النسيان كل المشاعر بالعكس لعبت معي دورة ما تخيل حب العمر يطلع هيك إنسان مثلك ما عنده بهالدنيا لا هدف ولا ثورة مليت منك والملل أخطر من النسيان كل المشاعر بالعكس لعبت معي دورة وما تخيل حب العمر يطلع هيك مثلك ما عنده بهالدنيا لا هدف ولا ثورة وخف حبك خف تفرق بين غمرة وكف وبنت خرس عطيتها فرصة ترجعك عالصف We'll be right back.
قلبك حن لما بعدت عنك أجل يا حبيبي العاشق طيبي والتكبر فن حن قلبك حن لما بعدت عنك جن يا اسكندر العاشق طيبي والتكبر فن اشتاق لك أنا من حبك اتبريت شريان يلي بيعشقك قصيته بإزاك يا ري في قلتك بأسوتك يا ري بتضل انت بالجرح والظلم استاذي وبطل اشتاق لك انا من حبك تبرّي شريان يلي بيعشقك قصيته بإزاك ويا ري في قلتك بأسوتك يا ري بتضل انت بالجرح والظلم تفرق بين الامر وكان وبنت خرسة عطيتها فرصة ترجعك عالصف إليك يلا إليك بس لحظة يسلم تمك سليم سلامة وهلأ أثبتت أنه الألحان بعدها ما بتروح الألحان أنا كنت الناس بدها تسمع اللي صار كيف بدك تجاوبي زي العسل بس عسول انه هالاغنية انسرقت رجعت نزلتها بصوتك وغنيتها ديو انت وفنانة اسمها قطر الندى كمان صوتها كتير حلو من اخراج فادي حديد طبعا اوكي وهلا الي صار تفضلي واخراج فادي حديد من الله الله قابلت كتير فرشوني عشان الأرض حريق وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين قابلت كتير فرشوني عشان الأرض حريق وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين أمين الشريدة أمين الشريدة إلا هو من الشريدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة منه هو ما فيش فايدة في البعض عشقة في القرب عشقة في البعض عشقة في القرب Yeah, boy.
حبيبي الغالي إلا مر هو حبيبي أو النجوم لا يوم حبيبي إلا مر هو حبيبي أو النجوم لا يوم حبيبي والدنيا دي برضو حبيبي في البعض عشان في القرب كمان عشان في البعض عشان في القرب الست صباح الله يطول بعمرها اللي يعني اتحفتنا بصوته وباحلى اغاني. انا مين بده هلا شو في عصفور كل ما نكون مسج مين جاب ارجيلي عصفور طنجره وكبايه طنجره ولقت غطاها طنجره ولقت غطاها انا وفارس عصفور لحظه 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 في طبخ في طبخ عمال شوي في طبخ دين عرضك برمت الدين علينا اليوم هودي وين كانوا شو هو شايفهم قبل برا لحظه طنجره قديمه العصفور لا بس ما انا مصديه فرجيني والمعلقه مصديه لي من الصبح ببرم عليهم بديسك برصاصه مش عم لاقيهم خايفين حضرتك من صيبة العين يعني أنا حدا قال لك انه منصيب بالعين لا 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 قلبي انت دخيل عيونك كيف يعني هلا يعني الله يخلي اول شيء عيونك خضر انت ما بسيبه بالعين عرفت كيف الله يخليك بس إنه المشكله انه انا من الصبح عم اقول لهم جيبوا لي الملعقه والهيل تبعت رصاص طنجوره لحظه كل قد ايه بتسكب رصاص كل يوم شي ثلاث مرات اربع مرات يعني بتستهلك رصاص اكثر من بنزين بالشهر اه بالشهر رصاص انا بصرف لحظه ميزانيه لحالها يعني اشتغلوا دوبل يا شباب بس هيدي مؤامره من فارس لانه عن جد سالت اليوم عنهم تفاجئوا انه كيف سالت قلت لهم ويني الطنجره والرصاصه بدي اسكب رصاصه قبل ما اجي لعندكم هيدي الطنجره وهيدا النار وهيدي والغاز وكل العدة والسفير شو القصه بتخاف من الحسد كثير انا محسود جدا اقصى درجات الحسد قد بتولي هلا يمكن عم يحضرني صديقي ابو احمد بحما هو بيعمل لي قراءه وتبخير تحيه لك ابو احمد والحجه حفيظه بتسلم عليك والحجه حفيظه بتعمل لي قراءه وتبخير قالت لي سلم عليك وبتوصل لك سلاماتها هيدي حفيظه بتقول لك الله يحميك على سلامه عينها هيدي موضوع العين والحسد كثير ليكي ما تفكري مزح صدقيني والله العظيم هذا موضوع الحسد انا بايد لطيفه فيه انه في ناس بتصرف كثير رصاص على موضوع الحسد هي محسودة ومن شر حاسد اذا حسد انا محسود بحياتي فادي حدا بس سؤال رابعة هلا هو عم تسالي سؤال تفضل فادي على الشجره بهالوقت اوكي شو محمد هلا انت بتلاقي انه يعني بتحمي حالك فيها عم في نتيجه فادي نقي سؤال اختار سؤال لو سمحت على السريع هونك بالورقه قبل الكبايه بقلب البولات الكريستال فادي اعطيني اياه لو سمحت فادي امتين مقرر تعمل فيلم ناطرين الفيلم ولا خالص خالص سكريبت لا خالص سكريبت وكل شيء وصورنا مشاهد يعني ما فيها ممثلين بعد بس هلا الوضع الحالي ما حرام يعني بوز يعني حرام بوز الى ان يبصر النور شو رايك بالكمبيوتر اول احتمال متعه ما بتركه ثاني احتمال بكرهه ثالث احتمال مضطر مش هلا بنسكو برصاص رابع احتمال لازم يتسهل بعد شوي اول احتمال متعه ما بتركه امتين تشتغل يعني انا هلا اذا بدك ما بتغير يعني حتى انا بشتغل على الكمبيوتر كثير يعني أكيد. كل شغلي حتى ابني عمره سنتين عايش على الايباد يعني صار يعرف فيها اكثر فانا بفتكر انه كثير احلى شيء انا يعني بشوفه هلا التكنولوجيا الجديده كثير مهمه يعني هالاجواء الحلوه اللي عملتوا لنا اياها ليلي انا بدي اشكركم عليها فردا كل شخص منكم اليوم كان موجود اضاف لهالحلقه موفقين كلكم بكل شيء عم تعملوه الله يخليك محمد اسكندر 25 سنه عقبال ال 100 سنه بالفن ان شاء الله دائما بتضلك متالق بتضلك تقدم الشيء اللي انت بتحبه والشيء اللي انت مقتنع فيه وبنقول لك يعني يعطيك الف عافيه
وانت نجم يعني على طريقتك هيك اسلوبك الخاص. انا بدي اتشكرك وبحييك على برنامجك وبتمنى هن البرنامج الله يوفقك دائما. انا بحب النيو تي في من زمان، اذا بتراجعوا الارشيف من ايام وقتها ما كان اسمه نيو تي في يعني. ما تقطعني زياد، اسمه جديد التلفزيون، دللتك يا زياد من ايام مكرم حنوش، من ايام ما بلشتوا. اذا بتراجعوا الارشيف محمد اسكندر له كثير بالنيو تي في وبحب النيو تي في، والجديد بحبك كمان. وان شاء الله هلا صفحه جديده مع رابعة ومع تفضل تفضل يا استاذ محمد على الجاتو، تفضلوا كلكم لنحتفل بال 25 سنة يوبيل. انا فيني كمان هيك اقدم شكر كمان. ايه اكيد بدي يلا نحن وحدي بدي تماني.